دي كرشة وده بيبسي. عرفت طريقة تنظيف رهيبة. أنا والله العظيم مقاطع ما بجيبش بيبسي، وده بيبسي أهو بصوا كده سمعته أهو. هشرب بس عشان خاطر أوريكم إن هو بيبسي، لكن أنا والله ما بشربها. بسم الله. تمام. بولة فاضية أهي، هننزل بقى بشوية بيبسي. ماشي. نكملهم كلهم بقى وخلاص عشان تنضف بسرعة. حتة الكرشة اهي هناخد منها حتة بس نجرب. هناخد الحتة دي، شايفين فرق اللون؟ هخلي دي هنا عشان نشوف ده من ده. تمام. دي مية اهي، دي مية عادية اهي. ماشي. تمام. هنملى شوية عليها من مية. فين الكوز يا ابني؟ الكوز فين؟ هاخد شوية مية من هنا. تمام. نزودهم هنا كده اهو، كمان شوية. يرحمكم الله. انت ما قلتش الحمد لله اصلا. الحمد لله. هتجيب ام الكرشة. طيب اهي يا جدعان الحته، شايفين الفرق ما بين دي ودي؟ الاثنين زي بعض بالظبط، هتلاقوا دي بقت حاجه ودي بقت حاجه اهو. تمام. بيبسي فقط، ما حطيناش اي شيء عليه الا الميه بس. بيبسي وميه. بيبسي وميه بس. يا ترى ده بيعمل ايه في المعدة بقى لو دي نطفت؟ يعني لو دي الوبغة البني اللي عليها دي طلعت، هيبقى بيعمل ايه في المعدة جوه؟ كفاية كده ولا ايه؟ هنقلبها بس تقلبتين تلاتة كده وانتوا معايا. انا مش همنتج من الفيديو ده حاجة عشان ما تقولوش ده حط حاجة وعمل وسوى. البولة كانت فاضية وبيبسي شربت منه ومية غسلت بيها ايدي زي ما انتوا شايفين اهي. يعني لو فيها حاجة هتهريلي ايدي، مش هستحمل. نسيبها شوية كده. خليك معايا يا حبيب قلبي، ما تفصلش الفيديو ده. الفيديو ده بالذات ما يتفصلش عشان الناس تعرف البيبسي بيعمل ايه في معدتها. بقول لك كفاية كده، كفاية نجرب. سيبها كمان شوية. هاي تقل. سيبها شوية تاني. ده بيبس عادي يعني، هنحط ايدينا عادي. بصوا يا جماعة دي لونها عامل ازاي اهي، شايفينها؟ ونجيب ديت كده جنبها. بصوا اللون بقى عامل ازاي، شربت من البيبس اهي، واخدين بالكو؟ دي غير دي طبعا يا محمد في الكاميرا. طب نجرب بقى كده، ولو ما نتفتش نحطها تاني اهي. الوبرة طلعت اهي اهي. عايزين نجربها في واحدة سودة. انا هجيب لكم كرشة سودة ونجربها تاني مع بعض عشان ايه تبقوا واخدين بالكم ان السواد بيطلع. هي إيه كده بتنضف معايا بالفعل. اهو الوسخة كلها بتطلع اهي. طب احنا هنجرب دي نكحتها برضو، يمكن هي إيه بتنضف لوحدها ولا حاجة. الكوز اهو
بص يا جدعان وسخها يا جدعان، والله نتفت، والله كمان مرة نتفت. فراق اغرب بقى، انا مش هقطع حاجه من الفيديو وانت كفايه. هات يا عم الفرق ما بين دودي ديت مثلا، لو عملناها كده مش هتنضف، استحالة تنضف، لكن دي نتفت اهي. الفرق واضح ما بينهم ولا متهيألي؟ ها واضح الفرق اهو يا جدعان. هذه الحتتين هو من خيالك، شايفين دي من دي؟ نضلل كده عشان تشوفوا اكتر. دي نتفت وبقت مزهزقه اهي.